بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم دعوتي اليوم من قبل الجمعية الدولية لشعراء العرب. صراحة عنوان اليوم كان مدح النبي عليه الصلاة والسلام. يعني عايز أقول لك يا إسلام، وأنا جاية بحضر قلت هقول حاجة واحد اتنين تلاتة أربعة. دايما الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام بياخد منحى آخر وبياخد كلام نوراني آخر. بركة الكلام عن الرسول عليه السلام تعطيك بركة في القلب والعين والحياة. بركة الصلاة على الرسول عليه السلام يكفى همك ويغفر ذنبك. ما بحبش ابدا ابدا ان الواحد يعني يحجم الكلام عن النبي عليه السلام، مع ان ده الصح. مثلا خد مجال من المجالات واتكلم عن النبي عليه السلام فيه. كنا نقول النبي الزوج، النبي الاب، النبي الحما، النبي صلى الله عليه وسلم القائد، النبي صلى الله عليه وسلم المحب، النبي صلى الله عليه وسلم الشاب، النبي الصاحب، النبي المرافق، النبي القدوه، كل الكلام ده. ولكن الواحد صراحة لما بيجي يتكلم عن النبي يعني أنا عايز أقول ناخد في البحر ده ولا العلم ده ولا المحور ده. لكن الخلاصة إحنا محتاجين نحقق خلق النبي عليه الصلاة والسلام في نفسنا وفي جوارحنا. أنا أكون محمديا ماشي على الأرض، أنا أكون بسمن وكلام قول وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ده اللي يميزني، وده اللي يقول الله فلان ده تبع النبي عليه الصلاة والسلام، فلان ده محمدي. هو ده اللي احنا محتاجين. يعني أدعو الله سبحانه وتعالى يجعلها في ميزان حسناتنا ويجعل الكلام اللي قلناه فتح للقلوب ويجمعنا بقى عند النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. جزاكم الله خيرا.